بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة الرابعة، وهنبدأ فيها مع الفصل الرابع. سنشير الأول الملف. هنبدأ النهاردة مع المحاضرة الرابعة، وهنتكلم في جزء جديد اللي هو ما بعد الشراء. نتذكر مع بعض كده ان احنا كنا قلنا قبل كده ان في عندي نموذج الشراء للمستهلك كان بيتكون من 3 حاجات أساسية أو 3 مراحل أساسية: مرحلة ما قبل الشراء، ثم مرحلة الشراء، ثم مرحلة ما بعد الشراء. احنا اتكلمنا عن مرحلة ما قبل الشراء بالتفصيل، ومرحلة الشراء خلصناها في المحاضرة الثالثة، ومرحلة ما بعد الشراء هنتكلم عنها النهاردة في المحاضرة الرابعة. طيب ليه احنا بندرس مرحلة ما بعد الشراء؟ مهمة أوي؟ اه طبعا مهمة، لأن مرحلة ما بعد الشراء ناس فاكرة إن ينتهي سلوك المستهلك عند الشراء، ان انا اشتري وخلاص، هو ده كده سلوك الايه الشراء للمستهلك. الكلام ده طبعا خطأ. المفروض ان انا عندي المستهلك بعد ما بيشتري المنتج له تصرفات او له سلوك، السلوك ده لازم يدرس. السبب في كده ان بناء على هذا السلوك بنقدر ان احنا نتواكب مع المستهلك، نقدر نأثر عليه بحيث ان هو يستمر في الاستهلاك او يستمر في الشراء، لأن بعد الشراء ممكن يحدث لي المستهلك بعض المشاكل النفسية اللي ممكن تؤثر على استهلاكه للمنتج، أو إن هو يبقى رافض استهلاك المنتج. فإحنا بالنسبة لنا لازم كمنظمة لازم ندرس المستهلك بعد ما بيشتري المنتج، عشان مش كل المستهلكين لما بيشتروا المنتج بيكونوا مبسوطين أو بيكون رد فعلهم واحد. عشان كده يمكن أول نقطة بيتكلم عنها بيقول إن يختلف المستهلكين فرد فعلهم إزاء شراء المنتجات، يعني مش كل المستهلكين رد فعلهم واحد. السبب في كده السبب إن هما مختلفين. ما دام في اختلاف ما بين الأفراد، يعني ما هوش فرد واحد، يبقى إذا كان الفرد الواحد نفس رد فعله بيختلف من وقت للتاني، يبقى في هذه الحالة مش عايزين كمان بقى المستهلكين يختلفوا ما بينهم. طبعا هيختلفوا، ليه؟ لأن مش كلهم هيكون ليهم إيه رد فعل واحد. طيب الاختلاف بيرجع إلى إيه؟ أو إيه سبب إيه؟ مش سبب الاختلاف، يعني الاختلاف في إيه بالظبط؟ الاختلاف في جزء من المستهلكين بيستهلكوا المنتج بشكل مباشر، يعني يشتروا المنتج ويستهلكوه في نفس الوقت، ده جزء. في فئة تانية مش بتستهلك المنتج مباشرة، يعني بترفض إنها تستهلك المنتج في نفس الوقت، أو بترفض إنها تستهلكه خالص. في فئة تالتة بتؤجل استهلاك المنتج، وده لأسباب كتيرة جدا ومتعددة. طب يبقى تعالوا نشوف كده. أول حاجة، أنا في عندي ممكن في ناس أو في مشترين يستهلكوا المنتج في نفس الوقت. زي إيه؟ لو جينا خدنا مثال، زي مثلا وانت في هارديز او في كنتاكي او اي محلات من المحلات اللي هي الفاست فود، ممكن تستهلك المنتج في نفس التوقيت، بتشتري المنتج بتاعك وبتاكله في نفس التوقيت او في المحل. فبالتالي انا لو انا كمنظمه مش عامله حسابي ان المستهلك ده هيستهلك المنتج في نفس التوقيت، يبقى مش هعمل ترابيزات، مش هجيب ناس تسرفس على المستهلكين هما بياكلوا، مش هعمل اعادات، ممكن ما احطش تلفزيونات، خلاص ما هو هياخد الاكل ويمشي. دي نقطه. يبقى دراستي ان انا اعرف اذا كان المستهلك هيستهلك المنتج في نفس التوقيت او المشتري هيستهلك المنتج في نفس التوقيت ولا لا، ده هيأثر عليا في تصميم المحل بتاعي. النقطة التانية، طيب لو أنا مثلا هتكلم على النوع الثالث اللي هو المشترين اللي بيأجلوا الاستهلاك نتيجة لأسباب متعددة، بيأجلوا الاستهلاك يعني يقولك لا أنا مش هاكل في محل، أنا هاكل لما أروح البيت، يبقى ياخد الأكل بتاعه ويمشي.
هو حتى يسألك يقول لك تيك اواي ولا هتاكل هنا، فيبقى هو كمان مجهز نفسه ان يعمل لك تيك اواي. طب حتى لو تيك اواي يبقى في عنده علب، يبقى في عنده مثلا عبوات بيضع فيها المياه الغازية محكمة أو يعني مغلقة بإحكام. في هذه الحالة هو عامل حساب إن في طبيعة من المستهلكين بيستهلكوا في نفس التوقيت، وفي طبيعة أخرى من المستهلكين بيستهلكوا إيه؟ بيستهلكوا بعد فترة، أو بيأجلوا الاستهلاك إلى إيه؟ إلى وقت آخر. يبقى في هذه الحالة ده بسميه تأجيل الاستهلاك. في فئة تالتة بقى اللي هي بترفض الاستهلاك. يعني ايه؟ اشتريت المنتجات الغذائية او الفاست فود، وبعد كده وانت ماشي قابلك واحد قال لك انت مش عارف ان الفاست فود ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وبيؤثر على كذا وكذا وكذا. ممكن تكون انت اساسا ارتحت للكلام بتاعه، وان انت يعني عارفه ان هو مثلا بيحافظ على جسمه، او ان هو رجل رياضي، او فانت اتأثرت فلقيت نفسك جالك عدم قدرة على انك انت تتناول الطعام، او ان انت رفضت انك تأكل الطعام بالكامل. بيحصل كتير جدا. ده مش بس الطعام على فكرة، ده كتير جدا من المنتجات اللي ممكن تشتريها وترفض انك تلبسها، سواء كانت من حيث الملابس، سواء كانت من حيث الأحذية، سواء كان من حيث كتير جدا من المنتجات ممكن ترفض استهلاكها. عشان كده انا بنقول طب ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تأجيل او رفض استهلاك المنتج؟ ايه السبب؟ مع انك انت اللي رحت بنفسك اشتريته، يعني انت محدش ارغمك على انك انت تشتري النوعية دي من المنتجات وانت اشتريتها بمحض ارادتك مثلا. طب ايه السبب؟ فجي قال ان في عندي مجموعة من الاسباب. قد تكون هذه الاسباب اسباب اجتماعية، ممكن تكون موقفية، ممكن تكون شخصية، يعني أكتر من إيه؟ من سبب. بالنسبة لي الأسباب الاجتماعية ممكن يكون زي ما قلت لك قبل كده، أحد الزملاء، أحد الأصدقاء، الأسرة نفسها رفضت المنتج اللي أنت اشتريته. كتير جدا على فكرة بنلاقي إن يعني الأسرة قد تتنافر نوعا ما مع الشخص أو الشاب نتيجة إن في اختلاف نوعا ما في عامل السن والأجيال وهكذا، وممكن أنت تقبل إنك تشتري منتج معين والمنتج ده لا يحظى بالقبول من قبل الأسرة. يبقى في هذه الحالة أسباب اجتماعية تخليك ترفض، حتى ممكن هما يقنعوك بعد كده، أنت استعجلت، أنت كذا أنت كذا. في هذه الحالة قد تكون أسباب اجتماعية أثرت على مين؟ على الفرد. النقطة التانية كمان نواحي موقفية، زي ما قلت لك قبل كده ان انت قابلت شخص زميل ليك بعد ما خرجت من المحل وقال لك والله ده فيه كذا، وده انت ما تعرفش ان هو بيجيب كذا، وان مثلا النوعية الزيوت اللي بتستخدم في قلي هذه النوعية من المنتجات مضرة بالصحة وانها بتترسب على الشرايين. قعد بقى يديك بحيث انه فعلا فعلا خلاك مش قادر ايه تاكل المنتج ده، وحاسس انك انت لو اكلت المنتج ده ايه هتروح العناية مركزة. فده يعتبر من العوامل الموقفية. النقطة التانية كمان العوامل الشخصية. ممكن الفرد نفسه بعد ما يشتري المنتج يتغير، وده الإنسان زي ما احنا قلنا قبل كده هو بطبيعته متغير، والسلوك بتاعه وتفكيره يعني مختلف تماما، يعني لأن هو يعني سبحان الله هو شخصية أساسا فيها العديد من الإيه؟ من العوامل اللي بتأثر في سلوكها الإنسان بطبيعته. فبالتالي ما أقدرش أقول أنت اللي اشتريت المنتج وأنت اللي برضه رافض إنك تستهلكه. قد يرجع إلى إيه؟ عوامل شخصية، قد يرجع إلى المزاج، قد يرجع إلى إن الإنسان تريث نوعا ما بعد الشراء فلقى نفسه إنه كان مستعجل في إن هو يشتري المنتج، هو نفسه بيأنب نفسه. طيب هنا بنقول ان بنلاحظ طبعا من السلوك الخاص بالمستهلك ان هو عنده حاجتين، يا اما او المشتري لو هنتكلم عن المشتري هو عنده حاجتين، يا اما هيستهلك او ان هو مش هيستهلك. يعني ده السلوك الخاص بالمشتري نفسه، يا اما عنده حاجتين، يا اما يستهلك المنتج يا اما ما يستهلكوش، او ما يطلق عليه الاستهلاك وعدم ايه او عدم الاستهلاك. طب في حالة استهلاك المنتج
خلي بالك لو هو المستهلك نفسه خلاص ما دخلش في المرحلة الثانية ولا الثالثة، لا هو رفض الاستهلاك ولا هو أجل الاستهلاك، أو هو أجل الاستهلاك مش مشكلة، بس هي في الآخر هيستهلك المنتج. ففي كل الأحوال هو هيستهلك المنتج وهينشأ عنده حاجة اسمها التخلص من بقايا المنتج. التخلص من بقايا المنتج طبعا خلي بالك إن ده السلوك بعد الشراء أو سلوك بعد الاستهلاك، فبيتخلص من المنتج، دي نقطة. النقطة التانية قد يشعر بالرضا أو السخط نتيجة شرائه أو استهلاكه هذا الإيه؟ هذا المنتج. يبقى أنت في عندك حاجتين، إن المستهلك لو اشترى المنتج هيبقى فيه، خلي بالك إن بعد عملية الشراء فيها ليها تقييم، وكمان لو هو استهلك المنتج استهلكه بقى يعني استخدمه، وهنشوف يعني كلمة الاستهلاك، هيبقى ليها برضو إيه بعد الاستهلاك هيكون فيه تقييم. فبعد الاستهلاك في مرحلتين، ان انا اتخلص من بقايا المنتج وفي نفس الوقت كمان رد فعلي سواء كان الرضا او ايه او عدم الرضا. طيب اما في حالة الشراء هنشوف ايه اللي بعد، ايه اللي بعد الشراء ممكن يكون التقييم عامل ازاي. حبينا نتكلم على الاستهلاك، ايه هو المقصود بالاستهلاك؟ احنا اتكلمنا كتير بقول الاستهلاك عدم الاستهلاك، طب ما احنا لازم نعرف يعني ايه الاستهلاك. طبعا انا لو سألتك يعني ايه هتقولي ببساطة هو الاستخدام، ان انا بستخدم المنتج، دي حاجة، دي ابسط ايه ابسط تعريفات الاستهلاك. وممكن نقول حاجة كمان ان هو عبارة عن القيام بأنشطة اقتناء المنتج، ان انا اقتنيه يعني اشتريه وكمان بعد كده استخدمه واتخلص من الفائض. فده ممكن يكون ايه تعريف اخر للاستهلاك. يبقى انا لو حبيت اتكلم عن الاستهلاك واعرفه هقول ان هو عبارة عن استخدام المنتج اللي انا بشتريه، او ممكن اقول عليه عبارة عن ان انا بقوم باقتناء او بقتني المنتج نفسه وبستخدمه وبتخلص من الفائض، ده يعتبر برضو تعريف للايه الاستهلاك. عشان أتعرف على السلوك الاستهلاكي لازم أطرح مجموعة من الأسئلة. متى يتم الاستهلاك؟ أين يتم الاستهلاك؟ كيف يتم الاستهلاك؟ ما هي كمية الاستهلاك؟ أول حاجة لو جينا اتكلمنا على متى يتم الاستهلاك، أنت فعلا متى يتم الاستهلاك؟ هل أنت بتستهلك المنتج ده في أي وقت؟ ولا في توقيت محدد انت بتستهلك المنتج ده؟ يعني على سبيل المثال هنفترض زي نسكافيه مثلا، نسكافيه هل انت بتشربه في اي وقت في اليوم ولا بتشربه الصبح بس؟ يعني في ناس تقول لك لا انا ما بشربش نسكافيه بالليل لان ده هيخليني اسهر مش هيخليني اعرف انام. فيبقى في هذه الحاله هو في توقيت محدد، لو عدى توقيت الصبح مش هيعرف يشرب نسكافيه تاني، خلاص مش هيعرف يشربه بالليل. يبقى في هذه الحاله او قهوه، في ناس كده، ده بنسميه متى يتم الاستهلاك. طيب نفس الكلام برضو لو جينا اتكلمنا على المياه الغازية، انت برضو بتشرب المياه الغازية امتى؟ هل انت بتشرب المياه الغازية في اي وقت ولا بتشربها مثلا زي كتير جدا من الاعلانات لما يجي يقول لك ايه انت بتشربها قبل الفطار او بعد الفطار، او يعني عاملها زي المية بالظبط. فاحنا عايزين نعرف متى يتم الاستهلاك، بناء على متى يتم الاستهلاك هقدر اعرف انت بتستهلك قد ايه كمية، وبناء عليها هقدر اتوقع كمية الايه المنتجات اللي انا هعرضها في السوق او ايه كمية الطلب. النقطة التانية، اين يتم الاستهلاك؟ اين يتم الاستهلاك؟ زي ما قلت لك قبل كده، يا اما هل انت هتستهلك في محل الشراء نفسه زي المنتجات الغذائية والسريعة، ولا انت هتأجلها لغاية لما تروح البيت او عندك عزومة او ايا كان. في هذه الحالة اين يتم الاستهلاك؟ هل هيتم الاستهلاك في نفس محل الشراء ولا الاستهلاك هيكون في اماكن اخرى؟ يبقى ده بنسميه لازم احدد. طب ليه هحدد؟ قلت لك قبل كده ليه هحدد المكان الخاص بالاستهلاك؟ بناء عليه زي ما قلت
بيبقى تصميم المنتج، تصميم المحل يختلف. لو انت لو انت هتستهلك المنتج في المحل زي الفاست فود كده، لازم ههيئ المحل لان فيه لاي اوت او فيه تصميم داخلي للمحل بحيث ان هو يسمح للافراد بالجلوس وتناول الايه المنتجات الغذائيه. طب لو لا، يبقى في هذه الحاله هنلاقي ان المحل ممكن يكون بسيط ويدوبك في شباك وبيتناول الايه، زي احنا بنشوف كده في كتير من المحلات السريعة اللي بيقول عليها محلات السيارة، اللي هي مش عارفة انتوا شفتوها ولا لأ، بيبقى السيارة بتيجي ما بتنزلش منها خالص، حضرتك ما بتنزلش من السيارة خالص، والمكان اللي محطوط فيه المحل عبارة عن زي كشك بالظبط، وبيبقى مفتوح على الجهة اللي هي بيبقى فيها السواق. يعني مثلا لو السواق بيركب في الشمال يبقى لازم المحل يكون مفتوح على الشمال، ما يفتحش ما يبقاش مفتوح على اليمين، يعني هتعامل معاه ازاي؟ دي اول نقطة. النقطة الثانية، ما بينزلش من العربية وبيطلب الطلبات بتاعته وبياخدها وهو في العربية، فبالتالي المحل التجاري نفسه متصمم، سواء كان بقى قهوة او سواء كان منتجات غذائية او ايس كريم او ايا كان من المنتجات السريعة دي اللي بيتم تناولها، بتبقى على الطريق، وفي نفس الوقت ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش فيها مجالس او ما فيهاش قعدات الناس تقعد فيها بحيث ان هي تتناول الغذاء بتاعها، لا هي مش معموله على كده، معموله على انها تيك اواي فقط. طيب يبقى دي اين يتم الاستهلاك، دي مهمه جدا بالنسبه للمنظمات. النقطه الثالثه، كيف يتم الاستهلاك. كلمه كيف يتم الاستهلاك يعني هل انت بتستهلك المنتج يعني تستهلكه في الاستخدام بتاعه الصحيح، ولا انت بتستخدمه في استخدامات اخرى. يعني انت مثلا ممكن تكون زي ما بنقول مثلا الزبادي، الزبادي هل هو بيبقى معمول لي ممكن تاكله بطرق متعددة، هل انت بتاكله ممكن تحطه مع السلطة، ممكن تحط مع يتعمل منه يضاف الى العديد من الكيك او الحاجات دي كلها، انت كيف انت بتستهلكه ازاي. مش شرط يستهلك المنتج في حد ذاته بطريقة مباشرة، لا ممكن يدخل في ايه، في انتاج منتج اخر او في انتاج منتج غذائي اخر. يبقى في هذه الحالة كيف يتم الاستهلاك، لان بناء على كيفية الاستهلاك انا هقدر برضو اثر عليك بالاعلان. يعني ايه اقدر اقول لك ان انت لو انت بتستهلكه بس مثلا في عشان خاطر عسر الهضم، لا ده احنا ممكن كمان ندخل في الكيك وبيؤدي الى ارتفاع مثلا الكيكه زي البيكنج باودر، لان فيها مش عارف فيها خميره او فيها مواد حمضيه، يعني ايا كان، المهم ان هو بيحاول يقول لك انت لو استهلكته في حاجه تانية غير بالطريقه المباشره اللي انت عارفها، لا احنا ايه، احنا بنوجهك لحاجه تانية. كمية الاستهلاك كمان، كمية الاستهلاك يمكن برضو، يمكن كلامنا برضو على الزبادي، لما كان بيجي يقول لك في طبعا مشهور رمضان جدا بالزبادي، وان هو يعني انه مهضم، وان هو يعني ناس كثيرة جدا بتقبل على الزبادي خاصة في السحور. جه احد المنتجات الغذائية المرتبطة برضو بتصنيع الزبادي، ما اعتقد ان هو جهينة، وبيقول لك ان هو الزبادي مش في رمضان بس، ده الاعلان بتاعه. يبقى انا لما اجي اتكلم على حاجه زي كده احنا بنربطها بالواقع الحياه اللي احنا فيه، بيقول لك ان الزبادي مش في رمضان بس، مين قال لك كده، ده في شوال وفي ذو القعده وقعد ايه، يعني يقول لك ان هو في كل الاوقات، انت بتركز قوي على الزبادي في رمضان ليه. وهو عايز يخليك كميه الاستهلاك بتاعتك العاديه اليوميه يخليها زي رمضان، انت بتستهلك الزبادي في رمضان بكثره، فهو عايز يقول لك ان ده الطبيعي انك تستهلكه كل سنه مش في رمضان بس. فدي بنقول عليها كميه الاستهلاك، يتعرف على كميه الاستهلاك بتاعك، سواء كنت انت الاستهلاك بتاعك قليل او كتير، وبناء عليه هيبدا يوجهك ل او يوجه لك مزيج تسويق مناسب للايه، دي كميه الاستهلاك اللي انت بتستهلكها. كذلك ايضا يمكن هنتكلم على الجزئيه دي بالتفصيل بعد كده. يعني لو انا حبيت مثلا اتكلم على كميه الاستهلاك، كميه الاستهلاك
هنلاقي فيها ناس منخفضة الاستهلاك. يعني لو جيت كلمتك مثلا وقلت لك انت عندك بتتناول المياه الغازية او البيبسي او whatever، اي نوع من الانواع دي بتستهلكه قد ايه في الاسبوع؟ واحد يقول لي انا كل يوم لازم اشرب بيبسي، خلاص. وواحد تاني يقول لي والله انا مثلا ممكن مرة في الاسبوع. واحد تاني يقول لي ده مش تقولي في الاسبوع، ده تقولي لي في السنة. يبقى في هذه الحالة احنا بنقول هنا ان معدلات الاستهلاك مختلفة. ممكن يكون الاستهلاك منخفض زي اللي بيقول لك مرة في السنة ده، وممكن يكون الاستهلاك متوسط مرة في الأسبوع أو مرتين، وممكن يكون الاستهلاك كثيف كل يوم. يبقى في هذه الحالة هل هتعامل مع كل المستهلكين بنفس النمط أو بوجه لهم نفس الإعلان؟ لا طبعا، لأن أنا عايزة اللي بيستهلك كمية المنخفض ده عايزة أحوله على الأقل يكون متوسط، يعني يزود الاستهلاك بتاعه شوية. طب والمتوسط عايزاه يخليه ايه؟ يخليه كل يوم بين كل. طب و طيب و اللي عايز مثلا يستهلك كل يوم، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخليه مش بس كل يوم، عايزين نخليه مثلا يستهلك اكتر من كده بكتير. نقول لا، ده مش كل يوم، ده انت هتستهلك في اليوم الواحد اكتر من مره، قبل الغداء وبعد العشاء وقبل الفطار. يبقى في هذه الحاله برضو في كل الاحوال احنا ايه؟ عايزين نزود كميه الاستهلاك اللي بيقوم بيها الايه؟ المستهلك. طيب في الدراسه دي الخاصه بالاستهلاك هنلاقيها ان هي ليها تطبيقات تسويقيه. الحقيقه التطبيقات التسويقيه بتاعتها مهمه، عشان كده هنتكلم عليها. بنقول ان المسوقين محتاجين ان هم يعرفوا ويتعرفوا على نمط استهلاك المستهلكين عشان يقدروا يتعرفوا على ازاي هم يوجهوهم للاستهلاك الصحيح للمنتج. بمعنى، طب تعالوا نشوف كده. لو جينا اتكلمنا على تجزئة السوق، ده اول نوع من التطبيقات التسويقية. هقول ان انا هعمل ايه؟ هقسم العملاء نفسهم لانماط استهلاكية مختلفة. بمعنى ان في عندي عملاء كثيفي الاستهلاك، عملاء متوسطي الاستهلاك، عملاء منخفضي الاستهلاك، زي ما احنا قلنا كده، اللي هو بيشرب بيبسي كل يوم، او هو بيشربه مره واحده في الاسبوع، او ما بيشربوش خالص الا مره واحده في السنه او مرتين او ثلاثه. يبقى في هذه الحاله ده بنسميه هقسم العملاء نفسهم، مش هتعامل مع العملاء كلهم على ان هم ايه؟ استهلاكهم واحد. ده الاستفاده بتاعتي انا كمنظمه، ان انا بدرس نمط المستهلكين في الاستهلاك. يبقى اول حاجه هينعكس عليا انا كمنظمه ان انا اقوم بتجزئه الايه؟ السوق. مش هتعامل مع السوق على انه حاجه واحده، ولكن هتعامل مع المستهلكين على ان هم مختلفين، مش من حيث النوع، مش من حيث الدخل، مش من حيث الطبقه الاجتماعيه، مش من حيث الوظيفة، الموقع الجغرافي، كمان ممكن أقسمهم وفقا للأنماط الاستهلاكية. هل هو كثيف الاستهلاك، منخفض الاستهلاك، أو متوسط الاستهلاك؟ ليه؟ لأن كل نمط من هذه الأنماط هتعامل معاهم بطريقة مختلفة، ببرنامج تسويقي مختلف، بمزيج تسويقي مختلف. طيب الاستراتيجية التسويقية، الاستراتيجية التسويقية دي أول انعكاس بالنسبة للتطبيقات التسويقية الخاصة بالاستهلاك اللي هو تجزئة السوق. تاني حاجة الاستراتيجية التسويقية، بنقول هنا بناء استراتيجية تنافسية للاهتمام بتنمية استهلاك العملاء بالمقارنة بالمنافسين. يعني إيه؟ يعني لازم أنا أعمل استراتيجية فيها نوع من التنافس عشان أحسس العملاء إن أنا مهتمية بيهم، مهتمية بنمط استهلاكهم مقارنة بالمنافسين. ازاي؟ هوريكم ازاي في المنتج والمزيج التسويقي. في المنتج مثلا بيقول ان انا اصمم المنتج بتاعي بطريقة اكثر فعالية بحيث ان هو يحقق الغرض الاساسي من الاستخدام. انت زي بنقول كده في بعض الادوية، لو انت عندك حموضة، في بعض الادوية جايب لك ان الدواء بيعمل ايه؟ نشوف الإعلان وجماله، إن هو جايب واحد رابط خرطوم بالزجاجة اللي هما بيعلنوا عنها دي،
والخرطوم ده كأنه بالظبط رجل مطافي، بيطفي المعدة، يعني النار اللي في المعدة لأنه عنده حموضة شديدة. يبقى في هذه الحالة عايز أقول لك إن هو أعتقد إن هو اسمه جيفسكون، ده نوع من أنواع الأدوية اللي هو بيهدي الإيه، بيهدي المعدة وبي إيه بيعالج الحموضة اللي موجودة في الإيه في المعدة. يبقى في هذه الحالة هنا بقول إن بالنسبة لتصميم المنتج، إن أنا أصمم المنتج بتاعي، أصمم بحيث إن هو يكون فعلا بيحقق الغرض من الاستخدام. ما أجيش أخد أنا الدواء ده وأنا عندي حموضة ومفيش فايدة، مفيش أي تأثير. يبقى إيه، يبقى المهم إنه فعلا الغرض من المنتج فعلا إيه متحقق من خلال استخدام المنتج. تمام. النقطة التانية كمان أشوف الاستخدامات المحتملة، الاستخدامات المختلفة. يعني ايه، احاول بقدر الامكان ابتكر له استخدامات تانية، يعني ما توقفش على ان زي ما قلت لك قبل كده، ما توقفش على ان المنتج بيستخدم في غرضه الاصلي فقط. لا، ممكن ان انا اولد له مجموعة من الاستخدامات اللي هو ممكن ما تخطروش على بال. زي بالظبط كده لما بنيجي نقول الصابون، الصابون اساسا الهدف الاساسي منه او الاستخدام الاصلي، الغرض الاصلي من الاستخدام هو النظافة. طيب، لكن لما انا احول لك كمان في الاعلان واقول لك ان انت ممكن تستخدم، اوعى ترمي الصابون لما بتستخدمه بيبقى فيه جزء اخير كده ممكن يترمي. لا، احنا ممكن نستخدمه ايه، نستخدمه في الدواليب عشان تعمل ريحة حلوة وفي نفس الوقت كمان تمنع الحشرات. ها، انا بعمل ايه، بنوع لك استخدام المنتج. نفس الكلام برضو معجون السنان، برضو معروف ان هو ممكن يستخدم في معالجة الحروق. يبقى في هذه الحالة هو بيحاول بقدر الامكان ينوع لك من استخدام المنتج. ايه الهدف من كده؟ عشان تستخدم المنتج ايه بكثرة ويزيد استخدامك، وبالتالي طبعا يزيد اقبالك على المنتج. النقطة التانية كمان ان المنتج انا كمنظمه يعني بقدم منتجات جديده تتسم بالحداثه والابتكار. ما يبقاش المنتج عندي قديم او غير مبتكر، وبالتالي هنا بيكون عندي الايه، عندي المنتج متسم بالايه، ان هو حديث او مبتكر. يعني كل ما بعمل منتج، المنتج ده لازم اضع في الحسبان ان لو انا قدمته بطريقه قديمه قد يشعر المستهلك ان هو بالملل، فلابد ان انا دايما احدث له نوع من الابتكار والحداثه. زي كده بالظبط المنتجات سامسونج او مواد المنتجات التكنولوجيه والاجهزه الالكترونيه لازم يكون فيها نوع من الايه، من التجديد. ما تبقاش هي نفسها يعني ايه متقدمه تكنولوجيا. طيب النقطه الثالثه كمان قال لك ان احنا بنوفر في المنتج نفسه مجموعه من الخصائص المطلوبه والمرغوبه بحيث انها تتجنب عدم رضا المستهلك. ان المستهلك لو ما رضاش تبقى بالنسبه له ايه، مشكله كبيره. يبقى هنا عشان اتجنب ان ما فيش ان عدم الرضا اللي ممكن يحدث للمستهلك نتيجه عدم توافر الخصائص المطلوبه مطلوب تحقيقها من قبل المنتج نفسه، لانه هيترتب عليه اثار ايه، اثار سلبيه. يبقى انا لازم كمان اوفر الخصائص المطلوبه في المنتجات اللي بيبحث عنها المستهلك عشان اتجنب عدم رضاه. تمام. كمان بنقول ان في عندي الترويج، انا اهتميت بالمنتج. كمان في الترويج قال لك لازم اعمل حملات ترويجيه عشان ازود الاستهلاك. زي ما قلت لك كده ممكن اعمل بعض الاعلانات اللي يقول لك ان انت ما انا مش مركز دلوقتي لازم اشرب بيبسي، او مش عارفه اذاكر انا لازم اشرب بيبسي. هو شوف بيعمل اعلانات بيربط ما بين التركيز سواء كان في الشغل او في الدراسه او في واتيفر ايا موقعك او مكانك، بيحاول يربط ما بين التركيز وان انت تستخدم المنتج، او ان انت في حاله زي مثلا انت مش انت وانت جعان، بيحاول بقدر الامكان يوريك انت في حاله ما بتكونش الحاله الطبيعيه، وبالتالي عشان ترجع لحالتك الطبيعيه لازم تاكل الايه او تستخدم المنتج ده. يبقى ده بيقول عليه الترويج، ان انا بستخدم الترويج عشان ازود الايه الاستهلاك. مديك هنا مثال بيقول ان انا ممكن اربط كمان المنتج معين بمنتج اخر، زي مثلا غسالات ومسحوق الغسيل.
كتير جدا الناس اللي بتركب غسالات جديدة ممكن يكون الفني اللي بيقوم بعملية التركيب نفسه هو نفسه بيكون بيعمل بروموشن، يعني يجي يقول لك خلي بالك ما تستخدمش المنتج ده إلا مع مثلا إيريال أو مع برسيل، وخلي بالك لو استخدمت المنتج الإيريال ده ما تغيروش لأن الغسالة إيه؟ هي الغسالة بتبوظ لما بتغير الإيه؟ نوعية المسحوق. يبقى في هذه الحالة هو هنا كده ربط لك إن أنت مش بس تستخدم المنتج ده أو المسحوق ده مرة واحدة، أنت هتفضل طول عمرك تستخدم المنتج ده أو المسحوق ده. نتيجة إن هما بيركزوا على القائمين بعملية التركيب، وأنت طبعا واثق إن الراجل ده بيركب وعارف المشاكل اللي ممكن تحدث من المنتج ده، وبالتالي أنت واثق فيه وهو بيقول لك المعلومة. الجزئية الرابعة الثالثة أسفل هو التوزيع، فبيتكلم على إن أنا بقدم معلومات إرشادية بالنسبة للتوزيع. ما أقدرش أسيب أبدا الموزعين بدون معلومات، ما أقدرش أسيبهم بدون معلومات إرشادية، لأن هم اللي بيقنعوا العميل بالمنتج. فإزاي هيقنعوا العميل بالمنتج بدون ما يكون عندهم معلومات جيدة عن المنتج؟ النقطة الثانية كمان توزيع المنتجات المرتبطة مع بعضها البعض لدى موزع واحد. يعني لو في عندي منتجات مرتبطة زي بالظبط الموبايل له اكسسوارز، يعني مثلا له كفر، له شاحن، له مش عارف ميدالية او سلسلة تحط فيه الحاجات دي كلها، سماعات، كل ده تتحط او تتوزع في مكان واحد عشان المستهلك نفسه يبقى بالنسبة له بيشتري المنتج وملحقاته، يعني ما بيشتريش المنتج بس. طيب ده برضو بيزود من ايه؟ من الاستهلاك. هننتقل مع في حاجة جزء مهم قوي اللي هو ازاي اتخلص من بقايا المنتج. طيب ما احنا قلنا قبل كده بالنسبة للاستهلاك ان الاستهلاك بينشأ عنه حاجتين، يا اما التخلص من بقايا المنتج وكمان الرضا وعدم رضا. يمكن احنا لسه هنتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا هو الشراء، المفروض كنا نتناوله قبل عملية الاستهلاك بس مش مشكلة. التخلص من بقايا المنتج، لو انت بعد ما استهلكت المنتج يعني خلاص، في عندك حاجتين انت تخلص منهم. المنتج نفسه لو انت المنتج مش عاجبك فانت هترميه، اشتريت منتج غذائي ومش عاجبك فانت في عندك حاجة من الاتنين، يا تدي لحد تاني يستحق انه ياكله او ان هو ممكن يكون بايظ فانت بترميه، او هنشوف هنعمل ايه مع المنتجات دي. النقطة التانية كمان يبقى المنتج نفسه في حد ذاته الكونتنت نفسه أو الكومبوننت بتاع المنتج بترميه، وكمان هنشوف العبوة أو الكفر اللي بيبقى بيحمي المنتج هنعمل فيه إيه. هو هنا بيقول في عندي حاجتين سواء كان بالنسبة للعبوة أو للمنتج، فلما بتكلم هتكلم عن الاتنين مع بعض، والاتنين ممكن نحتفظ بيهم والاتنين ممكن نتخلص منهم، عشان كده السهم مزدوج ما بين الاثنين. لو جينا اتكلمنا على العبوه والمنتج انا هختصر بقى واقول الايه المنتج في عندي ممكن احتفظ بيه. احتفظ بيه ازاي؟ اخزنه، يعني جبت منتج وخزنته. مثلا زي ما ناس كتير جدا بتشتري بعض المنتجات الغذائيه وتخزن الرز والسكر السمن، ممكن تخزنها، دي حاجه ما تستخدمهاش في ساعتها. النقطة الثانية لا بتستخدمها في ساعتها، ممكن يبقى استخدامه في غرضه الايه الاصلي، تستخدمه في ساعتها وتستخدم المنتج ده في الغرض بتاعه الايه المنشأ من اجله. ممكن كمان استخدم المنتج نفسه في غرض جديد مش في نفس الايه مش في نفس مش بنفس الغرض بتاعه، زي ما قلت لك معجون السنان، زي ما قلت لك الصابون، حاجات كتير جدا. طب ده كان بالنسبة للمنتج. طب العبوة بنفس الكلام، العبوة ممكن احتفظ بيها. انت لو بصيت كده في عندك في البيت هتلاقي حاجات كتيرة جدا ممكن تكون اصلا كانت عبوة او كفر لي منتج، زي مثلا عندك ممكن يكون في عندك طبق كريستال، الطبق كريستال ده اساسا ما كان معاه شوكولاتة، خلاص الشوكولاتة تم استهلاكها، ولكن طبق الكريستال استخدمناه حطينا عليه مثلا فاكهة، يعني بلاستيك او اي حاجة، ورد،
يبقى في هذه الحاله هي العبوه لسه موجوده، اللي كانت محتفظ بيها الايه، هي كانت موجوده الايه في كانت بتحافظ على المنتج نوعا ما. طيب يبقى العبوه ممكن اخزنها لغايه لما اشوف لها مثلا هستخدمها ازاي، او هستخدمها في غرض معين، او ممكن استخدمها في غرضها الاصلي. يعني هي اذا كانت عبوه وبحتفظ بيها، بتحتفظ بيها ببعض المنتجات، ممكن احط برضو منتج تاني احتفظ بيه كعلبه مثلا زي العلبه، او ممكن استخدمها في غرض جديد. يعني كتير جدا زي ما بنشوف بعض الويب سايتس الموجوده على الانترنت بتحاول تغير من شكل المنتجات القديم، واللي انت ممكن تكون مش متخيل ان يطلع منها منتج جديد، بتحولها الى منتج جديد. وايه، وحاجات مهمله وحاجات يعني تعتبر تكاد تكون يعني بتلقى في سله القمامه. يمكن انا شفت في خلال يومين اللي فاتوا جايبين واحده بتستخدم الخرده الحديد والنحاس والحاجات اللي هي تعتبر زي الشرايح كده ترمي في الشارع، عامله منها تحف فنيه، تحف فنيه، تماثيل سواء كان على شكل قطه، على شكل ثعلب، على شكل في منتهى الجمال. يبقى هو هنا عملت ايه، غيرت الاستخدام الاصلي للمنتج ده، دخلته في حاجه تانية. خلاص، يبقى في هذه الحاله هي استخدمت وحاجات بقايا يعني في الاخر كانت هتترمي، لكن هي حولتها الى ايه. وكتير جدا على فكره طبعا امثله كتير، لو احنا ساعدنا كل واحد فيكم على إمكانية استخدام أو احتفاظ بعبوة أو احتفاظ بمنتج، أو إن أنا إزاي أستخدمه في غير الاستخدام الأصلي بتاعه وأستخدمه في استخدام جديد أو ورد جديد، هنلاقي إن إيه ناس كتير عندها أمثلة متعددة. طب لو عملنا حاجة كمان، ده في حالة الاحتفاظ بيه. طب لو إحنا تخلصنا منه بقى، لأن إن إحنا مفيش إمكانية لإن إحنا نستخدمه، في عندك طرق للتخلص. أنا ما بقولكش كل حاجة هتقدر إن أنت تحتفظ بيها وتستخدمها وتغير من شكلها، لأ، في عندك حاجات تانية ممكن إزاي تعمل حاجة اسمها إعادة التدوير. إعادة التدوير، عشان كده كتير جدا من المنظمات ممكن إن هي تاخد المنتجات القديمة بتاعتها، ودي اللي هنشوفها بعد كده، وتستبدلها انت بايه، بمنتج جديد مع دفع الفرق، لان هي بتعمل لها حاجه اسمها اعاده تدوير او ريسايكلينج. ممكن الحاجه التانية اللي هي القائه في سله القمامه، ان ده الحل التاني، ان انا يترمي في ايه، في الباسكت، لان ملوش برضه لازمه او استخدام. ممكن حاجه تانية ابيعه لمستهلك اخر، يعني بنشوف ان او سواء كانت منظمه او سواء كان ايه، او ممكن في حاجه تانية مكتوبه هنا مستهلك نهائي او منظمه معينه، زي ما بنشوف مثلا كتير جدا في الدول الاوروبيه، بنلاقيهم ان هم بيجمعوا الكنزات من الشوارع عشان هم بيبيعوها بالكيلو او بيبيعوها بالوزن، سواء كانت الكنزات او البلاستيك الفارغ او الحاجات دي كلها، لان بالنسبه لهم الريسايكلينج اسهل بكتير من اعاده التصنيع، من التصنيع الايه، من اي تو زد. طيب، وفي كمان ممكن ان انا اهديه للاخرين في بعض المنتجات، وبنشوف مثلا كتير جدا برضو في بيوتنا وفي اسرنا، بتكون مثلا انت اشتريت موبايل ولقيت نفسك خلاص مش قادر ان انت مش عايزه، او خلاص استخدمته واستهلكته، ممكن تديه لاخوك الصغير، ممكن تديه لاحد قرايبك هديه، خلاص انا استخدمته مش عايز استخدم ايه استخدمه تاني، فده بنسميه اهداء للاخرين. طيب، لو حبينا نتكلم على التطبيقات التسويقية، التطبيقات التسويقية المرتبطة بالتخلص من بقايا المنتج، في عندي حاجتين، في عندي بحوث السوق، وفي عندي الاستراتيجية التسويقية، وفي عندي كمان المزيج التسويقي. طب نبدأ بحاجة حاجة. أول حاجة بحوث السوق. بحوث السوق بيقول إن في عندي بالنسبة لدراسة يعني بالنسبة للاستهلاك، قال إن أنا عندي أول حاجة بعملها إن أنا بدرس الطرق المتنوعة اللي بيتبعها المستهلكين في التخلص من بقايا المنتج. يعني أشوف نمط المستهلكين في استهلاكهم للإيه؟ للمنتجات عامل إزاي؟
بناء على دراستي لنمط المستهلكين، وبناء على ان انا بشوف الطريقه اللي هو بيتبعها المستهلك في التخلص من بقايا المنتج، سواء كان بيلقيه في سله القمامه، او سواء كان بيهديه لزملائه، او سواء كان بيعمل ريسايكلينج، ايا كان. بناء عليه هبدا ان انا اوجه له يعني ايه طلب، او اوجه له اعلان، او اوجه له يعني طريقه معينه في التعامل مع الايه مع المنتجات. ليه؟ لان في عندي خلي بالك منتجات خطره وغير امنه بالمره، زي ايه؟ زي البطاريات اللي هي عارفين بتتحط في الريموت، بتتحط في الالعاب، بطاريات القلم الجاف، الحاجات دي كلها دي بتبقى خطر على الايه على الصحه. نفس الكلام اللمبات، يعني ما تلاقي مثلا في لمبه مكسوره اللي هي اللمبه الليد، يقول لك ان ده خطر كبير جدا. ازاي تتعامل مع المخلفات المرتبطه باللي هي زي اللمبات، لان يعني فيها غاز لما بتتكسر بتطلع ماده سامه، المفروض ان انت ما تشمهاش على القرب، وتسيب فتره، تسيب المكان لغايه لما الغاز ده يعني ايه يخمد، او يعني تهوي الاوضه، وبعد كده تبقى تلمها وتقيه، وتلم اذا كان في حاجه اتكسرت بتبدا ان انت تجمعها. لكن هو عايز يوريك ايه المشكله، المشكله ان في بتسبب لك مشاكل صدريه، او ممكن تكون بنتكلم عن بطاريات، البطاريات دي برضو خطر انها تكون متواجده في البيت. ده غير ان طبعا الحاجات دي بتؤدي الى حاجه اسمها تدي طاقه سلبيه، لان هي بتشع طاقه سلبيه اصلا، كثره المنتجات اللي موجوده في البيت بدون هدف بتدي طاقه سلبيه. طب نهيج بقى عن الجزئيه دي كمان، في عندك المنتجات الطبيه زي المخلفات المرتبطه بالمنتجات الطبيه، زي المخلفات الناتجه عن العمليات، او المخلفات الناتجه عن مثلا السرنجات اللي بتستخدم في، او مخلفات العمليات الجراحيه وهكذا. قال لك دي برضو خطر بشكل كبير جدا ان هي تلقى في سله القمامه، والمفروض انها تدفع دم. للمخلفات الطبيه زي بالظبط كده، بتشوف المصابين بالكورونا وهكذا، بنلاقيهم ان هم يعني بيحاولوا المخلفات او المنتجات السرير او الحاجات دي كلها لازم تعدم، لان الفيروس انتشاره جامد ومعدي. فبالتالي ازاي نحن نتخلص من ايه من هذه المنتجات؟ يبقى هنا بيقول مخلفات المنتجات الطبيه، مثلا البطاريات، الاجهزه الالكترونيه، الاجهزه الالكترونيه كتير جدا من الشركات دي اللي هنشوفها في الاستراتيجيه التسويقيه اللي بعد كده. بيقول طبعا ان دي ليها ضار، ليها اثر ضار كبير جدا على البيئه وعلى صحه المستهلك، اذا لم يتم التعامل معاها بطريقه ايه سليمه. الاستراتيجيه التسويقيه بقى اللي احنا ممكن نتبعها في هذه الحاله حاجه اسمها الباي باك، او اتباع نظام الباي باك، اللي هو مش الماني باك، لا، الباي باك اللي هو بنشتري المنتجات القديمة بتاعتك في مقابل منتجات جديدة، انك تشتري منتجات جديدة وتدفع الفرق بس. يبقى انت بدل عندك تلفزيون، التلفزيون ده قديم وباظ، بدل ما ترميه لا رجعه للشركة المصنعة، والشركة هتشتري منك وتدفع الفرق بالنسبة عشان تشتري منتج جديد وتاخد المنتج الجديد. فهو حتى عايز يقولك ان مش المنتجات بتاعتنا تترمي في سله القمم، عايز يوصل لك رساله ان المنتج بتاعه غالي والبراند بتاعته ما تترميش في الباسكت، ولكن انت تحترم وتترجعها للشركه، والشركه تديك الايه الفرق. الشركه هتستفيد ايه؟ هتستفيد اول حاجه ان هي بتعمل ريسايكلينج، بتعمل اعاده تدوير للمنتجات بتاعتها. مش بس كده، كمان ان هي بتاخد ال يعني المنتجات اللي داخله في تصنيع الاجهزه الالكترونيه دي، ما بتبداش انها تنتج من الاول، بقى بتستخدمها خلاص. يبقى في هذه الحاله هنا برضو مكسب ايه للشركه، ان هي ما تبداش تنتج المنتجات من الاول. المزيج التسويقي بقى اللي هنتكلم على، احنا كده اتكلمنا على الايه الاستراتيجيه التسويقيه، واتكلمنا على الايه، اتكلمنا على بحوث التسويق. كمان المزيج التسويقي زي مثلا الترويج، لازم ان انا في هذه الحاله انا كمنظمه بستخدم
وسائل مختلفة عشان أزود التوعية الخاصة بالمستهلكين. يعني أشوف مثلا أقول لهم إزاي إن إحنا نديهم معلومات تحذيرية، خطر على الصحة إنه يتم استخدام المنتج بهذه الطريقة، أو ممنوع إن هو يستخدم لأطفال دون سن معين، أو إن مثلا بعده عن أماكن الحريق أو أماكن التهوية. أو بحاول أفهمه إن في مشاكل في حالة عدم الاستهلاك بالشروط الإيه المطلوبة والشروط الآمنة اللي بتحددها الإيه المنظمة. يبقى هنا بيقول في الجزئية دي إن أنا بستخدم وسائل مختلفة عشان أوعي المستهلك، سواء كنت بعمل حملات ترويجية عشان أثر على سلوك المستهلك بعد الإيه بعد الاستهلاك، أقول له إزاي تلقي العبوة الفارغة، ترميها إزاي. يعني مثلا أقول له والله لو اشتريت زجاجة مياه غازية أو منتجات غذائية يفضل إنك أنت تعمل التالي. أفهمه إن في، وده اللي هنشوفه في كمان في التوزيع، إنك أنت تحط الزجاجات في أماكنها، تحط لو في فضلات طعام تحطها في أماكن مخصصة لفضلات الطعام وهكذا. يبقى هنا بحدد له الإيه، بحدد له إزاي يتعامل مع البقايا الخاصة بالإيه بالمنتجات. طيب وهنا قال لك طبعا ايه السبب في كده، قال لك لان انت لو ما عملتش كده، ما عملتش حملات ترويجيه او ما كتبتش معلومات تحذيريه على العبوه، ده هيخلي المستهلك نفسه يتخلص من المنتج بطريقه او العبوه بطريقه سيئه، بطريقه غير ايه، بطريقه خاطئه. لكن انا كمنظمه بحاول ان انا اوعيه ان هو ازاي يقوم بعمليه التخلص من المنتج او العبوه بطريقه ايه، بطريقه سليمه. طيب بنتكلم على بالنسبه كمان مش بس لعمليه الترويج، كمان بالنسبه للمنتج، المنتج نفسه بستخدمه، بحاول ان انا استبدل المواد المستخدمه في انتاج المنتجات باخرى امنه بيئيا. يعني ممكن يكون المنتج ده وانا في عمليه التصنيع ما كنتش لسه، او احنا كشركه ما اكتشفناش ان في بعض المنتجات اللي هي امنه بيئيا، او بنسميها جرين برودكت، اللي هي تعتبر امنه على البيئه وامنه على صحه الانسان. ممكن يكون مستخدمين في المنتج ده نفسه بعض المواد المشعه او بعض المواد اللي فيها نوع من الايه من الضرر الكبير على البيئه وعلى الانسان. عشان كده المنظمه ممكن تقول انها تاخد المنتج من المستهلك عشان تستبدل المواد المستخدمه في انتاجه، المنتجات غير الامنه دي، باخرى ايه اكثر امانا واكثر ايه واكثر استدامه على البيئه. طيب وفي نفس الوقت ان انت لو حللت المخلفات بنفسك ده هيضر بالبيئه، وخصوصا المنتجات التكنولوجيه والبطاريات بتاعت العربيات والبطاريات اللي هي بتستخدم في الريموتس والحاجات دي كلها، دي الايه دي برضو بتأثر بشكل كبير على البيئة. طيب لو حبينا نتكلم على السعر، خلي بالك أنا لما أخد من المستهلك المنتجات اللي تم استهلاكها أو العبوات أو المنتج نفسه بعد استخدامه، هنلاقي إن السعر، ممكن أستأذنكم بس بعد الأذان لأن مش هعرف أشرح كده والأذان شغال.
نرجع تاني للمحاضرة، وكنا بنتكلم على المنتج بالنسبة لعملية الإيه؟ لعملية الاستهلاك. وقلت إن أنا بالنسبة لي السعر، إن إزاي إن إحنا المنظمة نفسها بتقوم بعملية تدوير المخلفات الناتجة من الاستهلاك بحيث إنها تخفض تكاليف الإنتاج. بمعنى إن المنظمة لما بتاخد من حضرتك المنتج اللي إنت استخدمته في شكله المتهالك والمتقادم، بتحاول إنها تستغل المنتج ده في تصنيع المنتجات الجديدة، يعني من حيث التروس، من حيث المسامير، من حيث التركيبات الداخلية. فهي بتحاول تخفض من إيه؟ من تكاليف الإنتاج. طب هي لما تخفض من تكاليف الإنتاج بالنسبة لها، مش هيأثر عليك إنت في إنه يخفض على السعر؟ يعني طبعا يخفض التسعير في عملية الايه في السعر في النهاية، لأن السعر عبارة عن تكاليف زائد هامش الربح مثلا، كأحد الأساليب المستخدمة في عملية التسعير. فأنا لما أخفض من التكاليف مش ده هيأثر في السعر في النهاية؟ أكيد. يبقى في هذه الحالة هنا بنقول إن برضو كل الأحوال عملية تنظيم المخلفات اللي أو التخلص من بقايا المنتج في حد ذاتها بتعود بالنفع ايضا على الايه، على المستهلك، سواء كان المستهلك او الايه او المنظمه. المنظمه بتستفيد انها بتخفض تكلفه الانتاج. طب والمستهلك بيستفيد ايه؟ بيستفيد انه بيأثر على ايه، على السعر اللي هيشتري بيه المنتج في الايه، في النهايه. طيب عمليه التوزيع كمان مهمه جدا. ليه؟ او سوري، بالنسبه لعمليه التوزيع نفسها، المستهلك ازاي هيتخلص من بقايا المنتج؟ يعني انا انت عمال تقول لي وانا بشرح وانا بتكلم، بقول تحط الزجاجات في مكان وتحط بقايا الطعام في مكان، لان احنا لما بنيجي نحط البقايا نتخلص من المنتج بنتخلص منها كلها على بعضيها، الزجاجات على البطاريات على بقايا الاطعمه على كل ده على بعضيه. فده بيعاني منه جدا الشركات في انها تفصل المخلفات بعضها بعض، ان كل واحده فيهم بتدخل في عمليه انتاجيه مختلفه تماما، فانت بتجهدهم وممكن تبوظ المنتجات نتيجه ان انت بتحط سائل على سوليد على طعام. الحاجات دي كلها طبعا بتأثر. فبالتالي انا عشان كمان اخلي المستهلك اساعده وما بقاش له حجه انه مش لاقي مكان يضع فيه المخلفات بهذه الطريقه المنظمه، فانا بدي لاماكن التوزيع زي المحلات وزي السوبر ماركت والحاجات دي، بحط قدامهم ثلاث انواع من القمامات، وبنشوفها بره كتير جدا. يعني بنشوف مثلا يقول لك ده مرسوم عليه حاجات للكسر، سواء كانت كوبايات، سواء كانت اجهزه الكترونيه، سواء كان اي حاجه، دي معمول عليها علامه الكسر، يعني دي حاجات ايه للاجهزه الالكترونيه والحاجات اللي بتتكسر. وباسكت تاني مرسوم عليه علامه الزجاجات اللي هي الايه، البلاستيك او الكنز او باسكت تاني للايه، الورق. باسكت رابع للايه، للمخلفات الاطعمه. يبقى في هذه الحاله انا كده لما باجي الشركه نفسها سهل عليها الفرز، سهل عليها انها تستخدم المنتجات بهذه الطريقه، يبقى انا كده بساعد الشركه ان هي تقدر ايه، تحسن من انتاجها، تقلل من تكاليفها لو انا اتبعت هذا الاسلوب. فاحنا بنقول ان احنا المنظمه كمان ليها دور، ان عشان المستهلك هيستسهل لما ما لاقيش باسكت يرمي فيه بالطريقه المنظمه دي، هو هيرمي في اي حته خلاص. لكن لو توفرت له الباسكت بهذه الطريقه وفي اماكن متعدده ومتاحه له، هو نفسه هيلتزم وايه، وهيبقى اسلوبه في التخلص من بقايا المنتج ايه، منظم. عشان كده انا بيقول في عمليه التوزيع بنساعد المستهلك ان هو يتخلص من بقايا المنتج، ان هو يوفر العديد من الوسائل عن طريق توفير اماكن محدده لتجميع هذه المخلفات في كل منطقه سكنيه، ولدى رجال البيع ان هو بيكون في عندهم حاويات او عندهم باسكت كبير، سواء كان حاجات زي ما احنا قلنا قبل كده حاويات بلاستيكية، هذه الحاويات البلاستيكية او هذه الباسكت اللي احنا بنتكلم عليه مصنفة وفقا لنوع بقايا، سواء كانت اطعمة، زجاجات، ورق، اجهزة الكترونية وهكذا. طيب
بعد كده هنيجي نتكلم على جزئية مهمة برضو لازم نتطرق ليها، وهي التقييم اللاحق للشراء والاستهلاك. الحقيقة بعد الشراء، لو احنا اتكلمنا شوية كده ان احنا اشترينا، بينشأ عن عملية الشراء تقييم آخر، أو قبل ما أقوم بعملية الاستهلاك بيكون في عندي نوع من التقييم. التقييم ده بنسميه تقييم لاحق للشراء. طيب كمان برضو بعد الاستهلاك بيبقى في عندي حاجة تانية اسمها التقييم اللاحق للاستهلاك. يبقى أنا في عندي حاجتين، تقييم لاحق للشراء وفي تقييم لاحق للاستهلاك. الفرق ما بين الاتنين هو توقيت. ليه؟ لأن أنا اشتريت وهنعرف بعد كده ايه اللي هيحصل، وهيحصل تقييم الشراء، وبعد كده استهلكت واستخدمت المنتج، بعد كده ايه هيبقى في عندي تقييم للايه للاستهلاك. طب لو جينا اتكلمنا على التقييم اللاحق للشراء، بنقول هنا يقيم المستهلك المنتج بعد عملية الشراء بالاستهلاك او عدم استهلاك المنتج. يا اما المستهلك نفسه يشتري المنتج وبعد ما يشتري المنتج ينشأ عن ذلك استهلاك او عدم ايه او عدم استهلاك. ايه السبب في الاستهلاك او عدم الاستهلاك ده؟ قال لك شعوره بالتنافر. المستهلك نفسه بيشعر بالتنافر وعدم الانسجام للمنتجات التي تم شرائها بالفعل. يبقى هو اشترى منتج، المنتج ده حصل بينه وبين المنتج ده مجموعة من تنافر او عدم انسجام. السبب في التنافر وعدم الانسجام ده ان هو تعرض لمجموعه من المعلومات المضاده اللي بنسميه حاجه اسمها التنافر المعرفي، هنشوفه في السلايد اللي جاي. حصل تنافر معرفي، التنافر المعرفي ده ادى الى ان في عند المستهلك نفسه معلومات مؤيده للمستهلك للمنتج، واللي حصل ان المستهلك ده تعرض الى معلومات مضاده مختلف عن المعلومات اللي كانت عنده قبل كده. فده اللي هيخليه يشعر بحاجة اسمها الذنب الشرائي، ان هو ايه اللي يخليه يشتري المنتج ده مع ان كان كويس، وهو ايه اللي يخليه يستعجل، وايه اللي يخليه يشتري المنتج ما كان ممكن يشتري من مكان تاني. بالظبط زي ما يكون واحد اشترى منتج وبعد ما طلع من المحل واحد قابله قال له انت ايه اللي خلاك تشتري المنتج ده، في المنتج ده بيتباع في العتبة مثلا بتكلفة بسعر أقل بكتير جدا، ده أنت تضحك عليك. يبقى في هذه الحالة هنا شعور الفرد نفسه إن حصل له ذنب، اقترف ذنب كبير إن هو اشترى المنتج ده. ده بسميه التقييم اللاحق للشراء. طب تعالوا نشوف إيه بقى الشعور بالذنب الشرائي ده. ما هي ملامح الشعور بالذنب الشرائي؟ بيقول هنا المستهلك نفسه بيشعر بالصراع النفسي والتنافر وعدم الانسجام حول سلامة القرار الذي اتخذه لشراء المنتج. وفي نفس الوقت العميل بيعتقد انه كان من الافضل ان هو يشتري ماركة اخرى، فهو غير راضي عن شراء الماركة الحالية، هو مش راضي عن الايه ان يشتري الماركة الحالية. ليه؟ لان هو عنده نوع من الصراع، عنده تنافر وعدم انسجام لايه للمنتج اللي هو اشتراه. طيب هنا بيقول ان المستهلك نفسه بيشعر بالصراع النفسي والتنافر وعدم الانسجام حول سلامة القرار اللي هو اخده لشراء المنتج. وفي نفس الوقت العميل بيعتقد نتيجة الصراع وعدم الانسجام ده انه كان من الافضل ان هو يشتري ماركة اخرى. ليه؟ لان هو غير راضي عن شراء الماركة الحالية. يحدث ذلك ايه بقى؟ الكلام ده يحصل امتى؟ اذا توافرت او ما توافرت للمستهلك معلومات بعد الشراء تتعارض عن المعلومات التي حصل عليها المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء. يعني المستهلك توفرت لديه معلومات بعد الشراء، هو طبعا قبل ما يشتري كان عنده خطة وكان باحث عن المعلومات وكان مجمع معلومات وكان عنده مصادر داخلية وخارجية وسائل وكل ده. وبعد ما اشترى اللي حصل ان المستهلك نفسه تعرض لمعلومات اخرى مضادة، هذه المعلومات سببت له حاجة اسمها التنافر المعرفي. والتنافر المعرفي ده المعرفة اللي قبل الشراء والمعرفة اللي بعد الشراء كانوا متضادين، عشان كده بنقول عليهم تنافر معرفي. ادى الى شعور المستهلك بعدم الانسجام وعدم الراحة
ودخوله في مرحلة أخرى من الصراع الإيه النفسي. طيب، وطبعا الصراع النفسي ده هيخلي المستهلك نفسه يراجع نفسه مرات عديدة حول مدى سلامة القرار اللي هو أخده في إيه في عملية الشراء. تمام، عشان كده بنقول إن بيعتقد العميل أو المستهلك إنه كان من الأفضل إن هو يشتري ماركة أخرى، وهو مش راضي عن الماركة اللي هو اشتراها، بالرغم إن هو بذاته وهو بنفسه هو اللي اشترى الإيه الماركة دي. طيب، ماذا يفعل المستهلك لكي لا يترك نفسه عرضة للصراع النفسي وشعوره بالذنب الشرائي؟ عايزين نعرف بس نخلص لغتين لسه برضو لسه. اوكي تمام. بنقول في عندي ماذا يفعل المستهلك لكي لا يترك نفسه عرضة للصراع النفسي وشعوره بالذنب؟ هل هيفضل المستهلك يشعر بهذا الصراع النفسي وشعوره بالذنب الشرائي بهذه الطريقة، ولا ممكن إن هو يتبنى مجموعة من الأساليب اللي ممكن تساعده نوعا ما على قبول المنتج واستهلاكه؟ يعني إيه؟ يعني هل مش ممكن أبدا زي ما قلت لكم قبل كده إن المستهلكين يفضلوا عندهم حالة من عدم الثبات أو حالة من عدم الانسجام والاستقرار النفسي؟ يعني ده في حد ذاته بيأذي الايه الانسان سواء كان مستهلك او غير مستهلك. فلازم يلجأ الى مجموعه من الاساليب المستهلك نفسه بحيث انها تساعده على انه يقبل المنتج. ايه بقى الحاجات اللي هتساعده على قبول المنتج ده؟ واحد، عدم الاكتراث بالمعلومات الجديده المضاده وتجنب المعلومات عن المنتجات المنافسه. يبقى اول حاجه المستهلك هيعملها ان هو مش هيهتم بالمعلومات الجديدة اللي حصل عليها مثلا من زميله، من قريبه، من أي أي حد شافه وقال له مثلا والله أنت اللي خلاك تشتري المنتج ده، فمش هيهتم، ما يديش اهتمام كبير قوي للإيه للمعلومات المضادة اللي جات له من إيه من أطراف أخرى. ويتجنب كمان المعلومات عن المنتجات المنافسة. يعني هنفترض واحد اشترى مثلا سيارة و السيارة دي كان سعرها غالي نوعا ما، وبعد كده نزلت سيارة أحسن منها وأعلى منها جودة وأعلى منها براند وأرخص منها، فطبعا دي يعني هتسبب للإيه للمستهلك نوع من الإيه من التنافر مع الإيه الذنب الشراء اللي يخليه يستعجل في اتخاذ قرار الشراء. هو ممكن يعالج نفسه إزاي؟ ما يهتمش بالمنتجات المنافسة دي خالص، وما يركزش معاها ولا يركز على أسعارها ولا الكلام ده. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن يحاول يقنع الرأي الآخر بمزايا العلامة التجارية المشتراه. يعني مثلا لو هو اشترى عربية خلاص ممكن يكون سعرها عالي شوية، ممكن يقول له والله دي الصيانة بتاعتها متوفرة، ولا قطع الغيار بتاعتها رخيصة، مثلا سهل إن أنا أبيعها، ده هم سنتين وهغير العربية بعد كده مثلا. يبقى هو يحاول يقنع الرأي الآخر اللي هو بيحاول يأثر عليه بالسلب، ها، إن هو العلامة التجارية دي مشهورة، وإن هي في مراكز صيانة كويسة، وإن في قطع غيار بسعر ممتاز، وحاجات كتير أوي. يبقى في هذه الحالة ده بسميه محاولة إقناع الرأي الآخر بمزايا العلامة التجارية. تالت حاجة، إقناع نفسه بأنه اتخذ القرار الصحيح. كمان بيقنع نفسه المستهلك نفسه بيقنع نفسه ان هو اخذ القرار الصحيح بان هو ايه ان هو اشترى المنتج ده. ليه بيقنع نفسه؟ لانه هو اخذ وقته وما كانش متسرع وبحث وجمع معلومات و و و وبالتالي بيقنع نفسه ان هو اخذ القرار ايه الصحيح. النقطة اللي بعد كده قال لك الاستماع الى المستهلكين الذين يدعمون رأيه. هو قبل ما يشتري المستهلك ده قبل ما يشتري كان في ناس حاول ياخد منهم معلومات، اصحابه، اصدقائه، زملائه، ايا كان الاطراف اللي هو اتعامل معاها، بحيث ان هو يستمع اليهم و يعني يدعموا رايه. هم دول اللي اساسا اخد منهم ايه معلومات، فيحاول بقدر الامكان يرجع لهم تاني، يرجع لهم تاني ويحاول ان هو يسمع لهم مره اخرى بحيث ان هو يرجع الى ايه الى صوابه ويرجع الى مرحله ايه الثبات النفسي اللي كان فيها.
النقطة اللي بعد كده، التكيف مع المنتج بأنه يؤدي الغرض الذي اشتري من أجله، يعني كمان إن يحاول المستهلك نفسه يقنع نفسه إن هو المنتج مش بيؤدي الغرض منه، ومش بيؤدي الـ يعني مش بيقوم بالمهام المطلوبة منه. خلاص ما دام هو منتج بيؤدي المهام المطلوبة منه والأداء المطلوب منه، أوكي يبقى في هذه الحالة إحنا إيه، مفيش عندنا مشكلة. كمان يقنع نفسه المستهلك إن مفيش ولا منتج خالي من العيوب، يعني كل المنتجات كلها تعتبر إيه، فيها نسبة بإيه من العيوب. فبالتالي أنا حتى لو استغنيت عن المنتج ده وخدت المنتج التاني، إيه اللي يخليني متأكد 1000000% إن المنتج ده مفيهوش عيوب خالص؟ لأ، كل المنتجات فيها عيوب بس بنسبة. فبرضه يقنع نفسه إن المنتجات مهياش خالية من العيوب، وبالتالي برضه يرجعه إلى حالة الإيه، الثبات النفسي. النقطة اللي بعد كده، تخفيض الرغبة في الشراء بالنسبة للمنتجات المرفوضة اللي هي البديلة. يعني ما يحاولش يقول يا ريتني كنت اشتريت المنتج ده، يا ريتني كنت كذا، لا، يحاول بقدر الامكان ان هو يخفض الرغبه في ان هو يشتري المنتجات الايه، البديله او الايه، او المرفوضه. لان هو لو فتح نفسه السكه دي مش هيخلص، هناك الملايين من البراندز وهناك ملايين من المنتجات، فهو لازم يقتنع تماما ان هو اخذ الموقف الصح او اخذ الايه، القرار الصح. طيب بعد كده، طب المنظمة مش هتسيب المستهلك يتعامل مع نفسه كده ويقعد يحل المشاكل النفسية دي مع نفسه. أمال إيه؟ المنظمة هتحاول، يبقى ليها دور كمان، عشان كده بسميها التطبيقات التسويقية. في تطبيقات تسويقية للمنظمة عشان تعالج الذنب الشرائي أو شعور الذنب الشرائي اللي ممكن يشعر بيه المستهلك في هذه المرحلة. ايه بقى الدور بتاع المسوقين؟ بيقول لك هنا، يأتي دور المسوقين لتقليل الشعور بالذنب الشرائي الذي يشعر بها المستهلك بعد اتمام عملية الشراء. يعني بعد ما بيتم الشراء، زي ما احنا قلنا قبل كده، بيحصل له نوع من التنافر المعرفي، وهذا التنافر المعرفي بيؤدي لايه، حدوث عدم انسجام او عدم ايه، اقتناع بالايه، بالبراند اللي هو بيتعامل فيها او بيشتريها. هنا قال لك دور المسوقين هيعمل ايه بقى؟ قال لك عملية التسويق لا تنتهي بإتمام صفقة الشراء. خلي بالك ان التسويق لا ما بينتهيش تماما بإتمام صفقة الايه، الشراء. امال ايه؟ بيمتد لإيجاد اتصال دائم بين المستهلك والمنظمة. يعني لازم يكون في اتصال دائم ما بين المستهلك والمنظمة، وبالتالي قال لك ان الدور ده بيحاول ان هو يقلل من التوتر اللي يؤدي الى شعور المستهلك بالايه، بالذنب الشراء تجاه السلعة. يعني المنظمة مش هتسيب المستهلك يبقى فريسة للمنتجات البديلة أو المنافسة، وإنما هيبدأ المسوق يحاول بقدر الإمكان يستخدم أساليب معينة تحفيزية تخلي المستهلك فعلا مبسوط إن هو اشترى المنتج ده، حتى لو شاف منتجات أخرى أقل أسعار أو أعلى جودة. إيه بقى الأساليب اللي هتستخدمها المنظمات؟ أول حاجة، التعرف على العوامل المسببة في شعور المستهلك بالذنب الشرائي. يبقى التعرف على العوامل المسببة في شعور المستهلك بالذنب الشرائي والسعي نحو تقديم الحلول المناسبة. يبقى أنا أول حاجة أشوف إيه هي الأسباب اللي خلت المستهلك بيشعر بالذنب الشرائي، من حيث إيه؟ من حيث هل السعر كان المنتجات الأخرى السعر بتاعها أعلى؟ تبدأ تعمل له أوفر بقى، تقول له والله هديك بوينت، والبوينت ده يعوضه الفرق في السعر، او تقول له هديك مثلا ايه، هتشترك مثلا في احد الفنادق ببلاش، او هتديك تذكره طيران ببلاش، او اي حاجه. المهم تديله حلول بديله تحسسه ان هو ما تضحكش عليه. دي نقطه. النقطه الثانيه، التركيز على المنتجات الاكثر تاثيرا لشعور المستهلك بالذنب الشرائي. يعني ايه؟ يعني المنظمة ممكن تكون بتنتج أكتر من منتج، زي مثلا زي يونيفرسال. يونيفرسال بتنتج غسالات، ثلاجات، بوتاجازات، سخانات. ممكن يكون أكتر المنتجات اللي بيشعر بها المستهلك بالذنب هي السخانات. يعني ممكن تقابل ناس كتير اشتري يونيفرسال وسخن يونيفرسال ولقوه وحش، فبالتالي أكثر ناس بتشعر بالذنب الشرائي الناس اللي اشترت الايه، سخنات. ممكن ده لا ينطبق على الغسالات او على البوتاجازات، ولكن بتبدا بقى عشان كده المنظمه تهتم بالعميل اللي اخذ المنتج ده، ولان ده اكثر المنتجات اللي بيشعر المستهلك ان هو ايه،
يعني اخذ القرار غير الصائب، فتركز على هذه المنتجات، يا تطورها يا تعمل صيانة مجانية يا تديهم قطع غيار مجانية. يعني المهم ان هي تحاول تركز على المنتجات اللي هي بتخلي المستهلك بيشعر دائما بالايه، بالذنب الشرائي. النقطة الثالثة كمان، تقديم اعلانات تعبر عن الاراء الايجابية عن المنتج للمستهلكين السابقين. يعني تشوف مستهلكين اشتروا المنتج، زي مثلا بعض المنتجات السياحية أو الشقق السكنية، بتلاقي ناس بيستضيفوهم في التلفزيون ويقولوا لهم والله دي المنطقة دي مثلا طالعة، المنطقة دي منطقة سياحية، المنطقة دي فيها كافيهات، المنطقة دي فيها خدمات. يبدأوا يتكلموا على الإيه، على المنطقة اللي هي اشترى فيها الإيه المستهلك، فدي بتحسسه بنوع من إيه معين من الأمان. النقطة الرابعة، تهنئة المستهلكين الجدد وتقديم مزايا إضافية. يعني إيه دايما برضو من ضمن الحاجات اللي بتأثر إيجابيا على المستهلك إن بيتم الترحيب بيه. يعني بعض الشركات، لو أنت تعاقدت مع أحد الشركات أو اشتريت من أحد المنتجات، بيجي يقول لك والله بيبعت لك دايما، خلاص خد رقم تليفونك واخد الايميل بتاعك، يبعت لك دايما لو في اي عروض، لو في اي، طبعا كمان بياخد بعض البيانات الخاصة بيك، سواء كان من حيث اعياد الميلاد سواء كان اي مناسبة اخرى. فبنلاقي ان المستهلكين الجدد بتبدأ المنظمة تهتم بيهم. ليه؟ لان خلي بالك المستهلك الجديد واللي ما بيكونش يتعامل مع المنظمة فترة طويلة يكون عنده شعور كبير جدا بالانسحاب والتحول من المنظمة دي إلى منظمات أخرى، ما عندوش انتماء ليها إن هو جديد وفترة التعامل اللي اتعامل بيها مع المنظمة قليلة. عشان كده المنظمة لازم إيه، لازم تهتم بيهم، تهتم تهنيهم إن هم انضموا إلى الشركة أو تقدم لهم مزايا إضافية زي ما قلت لكم قبل كده. يعني مثلا على سبيل المثال البنك الاهلي او بنك سي اي بي، يقول لك مثلا لو استخدمت الفيزا بتاعت سي اي بي او بنك الاهلي، يقول لك في نقط، النقط دي ممكن تصرفها فيه على العديد من المحلات. كل بنك بيتعامل مع مجموعه من المحلات مختلفه عن الايه، عن البنك الاخر، فبالتالي مع كثره المحلات بتبقى بالنسبه لك الايه، البنك مهم. لكن لو بتعامل مع محل اتنين، ايه الفايده؟ النقطة كمان التانية، التأكيد على تقديم ضمانات للمنتج. يعني هو بيأكد المستهلك، المنظمة أسفة بتأكد على إنها تقدم ضمانات للمنتج. يعني إيه؟ التركيب والإصلاح مجان، الضمان لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات، توافر قطع الغيار على طول، أي استبدال أو الإرجاع. هنا بتقدم المنظمة أي ضمانات للمنتج، لأن المنتج إيه بالنسبة لها إيه، ذو قيمة كبيرة. التواصل مع المستهلكين لمعرفة آرائهم عن المنتج. كمان برضو يجب إن المنظمة ما تعتمدش على إن هي المنتج بتاعها منتج جيد وإن هو المستهلكين اشتروا المنتج، وما تهتمش بآرائهم بعد الاستهلاك. لازم، لأن الآراء بعد الاستهلاك بتساعد المنظمة إنها تطور من نفسها، تعدل من أخطائها. يبقى في هذه الحالة كلمة التواصل مع المستهلكين لمعرفة آرائهم عن المنتج دي في حد ذاتها بتساعد إن يعني تخلي المستهلك دايما إيه، ما يبقاش شاعر بالنقم أو السخط على إيه، على المنظمة. طيب، في كمان التقييم اللاحق للاستهلاك. لو قلت لك التقييم اللاحق للاستهلاك كان من ضمنه التخلص من بقايا المنتج، لكن كمان في عندي ينشأ عن التقييم، خلاص كده خلصنا التقييم اللاحق للشراء، في عندي كمان التقييم اللاحق للاستهلاك. خلاص المستهلك هيستهلك او المشتري هيستهلك المنتج وهيستخدمه بالفعل، مش هيعتمد بس على ان هو اشتراه وهيتخلص منه، لا، هيمر المرحلة دي وهيستهلك المنتج. طيب، هيبدأ بقى المستهلك نفسه هيقارن ما بين حاجتين، ما بين الأداء الفعلي للمنتج اللي هو فعلا شايفه حقيقي وشايفه قدامه شغال كويس ولا لأ، وكمان هيقارنه بتوقعاته، توقعات بتاعته.
طبعا ده بينشأ عنه سلوك، عن يا اما السلوك، يا اما سلوك الشكوى او سوء الشعور بالرضا. يبقى في عندي حاجتين، يا اما سلوك شكوى يا اما الشعور بالايه بالرضا. يبقى المستهلك نفسه بيقيم الاداء الفعل المنتج ويشوف ويقارنه بالايه بالتوقعات بتاعته. ده بينشأ عنه حاجتين، يا اما سلوك شكوى يا اما شعور بالرضا. طيب تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. تعالوا نشوف سلوك الشكوى. ايه بقى سلوك الشكوى؟ لما بيكون الاداء الفاعل للمنتج، خلي بالك بقى امتى يحصل سلوك الشكوى وامتى يحصل سلوك الرضا. لما بيكون الاداء الفاعل للمنتج اقل من التوقعات الخاصة بالمستهلك، ده بيخلي المستهلك بيشعر بايه؟ بعدم الرضا. خلاص، يعني انا متوقعه حاجه، ان انا هجيب منتج معين والمنتج ده متوقعه ان الاداء بتاعه جيد، وجيت ان انا لما استخدمته لقيت الاداء بتاعه ايه ضعيف جدا. يبقى في هذه الحاله الاداء الفعلي للمنتج اقل من الايه من توقعاتي انا كمستهلك، وبالتالي انا بشعر هنا ايه، بشعر بعدم الرضا. انا مش مبسوط بالمنتج، او ببقى مش راضي بالمنتج اللي انا استهلكته. خلي بالك كل ما كان في فجوة ما بين الأداء الفعلي للمنتج وما بين توقعات المستهلك، كل ما كان شعور المستهلك بعدم الرضا أكتر، أو السخط أكتر على الإيه؟ على المنتج والمنظمة. يعني الأداء الفعلي سيء جدا الخاص بالمنتج، جبت مكنسة، في فرق، المكنسة بس تكون إيه بتعمل صوت بس بتشفط وزي الفل، بس صوتها مزعج، أنت ما كنتش متوقع كده بس بتشفط وزي الفل. في هذه الحالة هي فيها مشكلة بس ممتازة، لكن في حاجة تانية بقى، دي صوتها مزعج وكمان ما بتشفطش كويس. يبقى في هذه الحالة الموضوع ايه، الأداء أسوأ بكتير. فكل ما زاد الأداء الفعلي يكون أقل من توقعات المستهلك، الفجوة دي كل ما كبرت، كل ما كان ايه، كل ما كان عدم رضا المستهلك ايه أكتر. المستهلك بيلجأ إلى التعبير عن عدم الرضا بما يلي. يعني ممكن المستهلك نفسه يلجأ إن هو يعبر عن عدم الرضا بأكتر من طريقة. أول حاجة إن هو يشتكي العديد من الأطراف اللي هو بنسميه أو بيطلق عليه حاجة اسمها النيجاتيف وورد أوف ماوس، الكلمة المنطوقة السلبية. دي أول حاجة، إنه يكلم جيرانه ويقول لزمايله ويقول لقرايبه. مثلا إحنا كمدرسين ممكن نتكلم مع طلابنا، يبقى في هذه الحالة نقول لهم تجاربنا ان في منتج كان سيء جدا، وبالتالي ده بنسميه النيجاتيف وورد اوف ماوس. تاني حاجة، رفع دعوة على الشركة المنتجة. ممكن مش ان انا اكتفي بس بان انا اشوشر على الشركة وان انا اقول ان الشركة دي وحشة. طبعا السوشيال ميديا ما شاء الله يعني في الموضوع ده يعني ليها السبق. يعني انت بمجرد ما بتقول اشاعة او بتوري حاجة معينة في على السوشيال ميديا خلاص. تاني حاجة، رافع دعوة على الشركة المنتجة، الشركة المنتجة للمنتج ده، ان هي سببت لك اذى مادي او ضرر مالي او ممكن ترفع عليها اي قضية. طبعا دي طريقة تانية. الطريقة التالتة، ممكن ان انا كمان ما كررش الشراء بطبعه في الحال ان انا تعاملت مع النوع ده من الشركات ولقيت نفسي ان انا مش مبسوط في التعامل، او ان الشركة نفسها المنتج ما كانش جيد، فده اللي بيخليني ايه ان انا ابحث عن ايه مكان بديلة. فده بنسميه سلوك الايه، سلوك الشكوى. طيب بنقول بعد كده بقى، ايه هي العوامل اللي بتأثر في شعور المستهلك بعدم الرضا؟ ايه اللي بيخلي المستهلك مش راضي ومش مبسوط؟ واحد، الفشل في تقديم الخدمة. الخدمة نفسها فيها فشل. ليه؟ لان هم جايبين رجال بيع بمبالغ قليله، مش عارفين يتعاملوا مع العملاء، بيتعاملوا معاهم بطريقه سيئه، فده الفشل في تقديم الخدمه. دي حاجه. النقطه الثانيه، ممكن على فكره الفشل في تقديم الخدمه ممكن يكون اساسا هي خدمه، مش بس هم رجال بيع. يعني ممكن يكون مش رجال بيع، ممكن يكون الخدمه نفسها فاشله. يعني ايه؟ يعني رحت طبيب وكشف عليك غلط، او رحت مستشفى والمستشفى عملت لك التحاليل او العمليه الجراحيه برضو مش مظبوطه،
فالخدمة نفسها والمنتج اللي انت حصلت عليه سيء. النقطة التانية كمان الفشل في عدم رعاية المستهلكين وبناء علاقات معهم، مش مهتمية بيه. يعني ايه؟ ممكن انا كبنك اسيب العميل يقف ساعة بره، فاكرين موضوع الكورونا الناس برضو قاعدينهم ساعة بره وبيتعاملوا مع واحد واحد وبياخدوا معاهم وقت طويل. طب ممكن يكون انت مش مراعي بقى، مش مراعي ان في ناس مسنة، او مش مراعي ان الناس عندها شغل، او مش مراعي ان انت هنقضي الوقت كله منتظرين في البنك عشان نقوم بترانزاكشن معينة. ها، فده فشل في عدم رعاية المستهلكين وبناء علاقات معاهم. كمان تلت حاجة عدم استجابة لمطالب المستهلكين وحل شكواهم. لو انا عندي شكوى معينة وعايزين المدير او عايزين يكلم حد مسؤول، ممكن ما يستجيبوش، ممكن ما يبقاش في استجابه من قبل الشركات ان احنا نقدم شكوتنا، او ان هم يحلوها. ممكن ياخدوا الشكوى بس ما يحلوهاش. النقطه الرابعه استخدام اسعار خادعه وغير حقيقيه، يعني الاسعار اللي هي تم استخدامها من قبل المنظمه ما هياش حقيقيه. يعني ايه؟ زي ما بنشوف مثلا يجي يقول لك عاملين معرض، المعرض ده عشان خاطر المعرض واحتفالا بالمعرض وهكذا هنعمل خصم 50%، وهو اساسا المنتج بيتباع بنفس الثمن سواء كان في المعرض او غير المعرض، بس هو بيقول لك ايه فترة المعرض فقط. يبقى في هذه الحالة هو ايه؟ هو استخدم اسعار خادعة وخدع المستهلك، ان هو ممكن كان قال لك ايه ان انا لو انا بعد المعرض مش هقدر احصل على السعر ده، لكن لقاه بعد المعرض نفسه هو تمن الايه المعرض. طب ما كان اخد وقته بقى في التفكير واخد وقته في المقارنة والبحث، لكن كان ان هو اجبره قال له السعر ده خلال فترة المعرض وبس، ده في حد ذاته خداع للايه للمستهلك. النقطة اللي بعد كده كمان من ضمن العامل اللي بتأثر في شعور المستهلك بعدم الرضا، زيادة الجذب من قبل المنافسين. يعني المنافسين عندهم منتجات كواليتي اعلى وسعر بتاعها اقل، طب ايه اللي يخليني انا اشتري من المنتج ده؟ كنت فين لما شفت المنتجات؟ ما شفتش المنتجات المنافسه دي. يبقى هنا في جذب من قبل المنافسين الاخرين، وبالتالي بيأثر على المستهلك بان هو بيشعر بعدم الرضا. كمان في مشاكل اخلاقيه زي مثلا عدم الامانه، ان هو بيبيع لك حاجه والحاجه دي بايظه او مستخدمه قبل كده، او ممكن تكون مرتجع وبيبيعها لك. يبقى في هذه الحاله دي عدم امانه من قبل ايه من قبل المنظم او المحل التجاري. يعني مش هنقدر نخلص ده كله طبعا، لكن يكفينا ناخد بس هناخد التطبيقات التسويقيه عشان كده خلصنا الجزء الخاص بعدم الرضا. طب عدم الرضا له تطبيقات تسويقية، ايه التطبيقات التسويقية اللي احنا ممكن نستخدمها؟ قال لك واحد، يجب الاهتمام بمشاكل العملاء الحاليين، لازم اهتم لو العملاء عندهم مشاكل زي ما احنا قلنا عدم رضا، لازم اهتم بايه بمشاكل العملاء الحاليين، وده يتحقق من خلال اتباع الآتي: واحد، ان انا اهتم بشكاوي المستهلكين، اشوف المستهلكين وشكاويهم. تاني حاجة، ان انا استجيب بشكل سريع لشكاوي العملاء، وان انا احاول ازيل اسباب الشكوى. مش بس المرحله الاولانيه اهتمام بشكاوي المستهلكين، ان انا اسمع لهم، دي حاجه. النقطه الثانيه الاستجابه السريعه لشكاويهم، يعني مش بس ان انا اقعد اسمع وامتص غضبهم وخلاص، لازم كمان ان انا ازيل اسباب الشكوى. لو عندهم مشاكل في الانتظار لازم ازيل الانتظار، لو عندهم مشاكل في الحجز لازم اشيل المشاكل الخاصه بالحجز، لو عندهم مشاكل في السعر نفس الكلام. يبقى في هذه الحاله دي بسميها الاستجابه السريعه للشكاوي العملاء. ثالث حاجه، تجنب تكرار نفس الاخطاء، يعني ما خليش الخطا يتكرر ايه كمان مره وهو نفس الايه نفس الاسلوب خلاص. يبقى في هذه الحاله لا، يبقى ده بسميه تجنب تكرار نفس الاخطاء، ما بخليش الايه الخطا يتكرر. كمان متابعة العميل ومحو الأثر السلبي في نفسه، بتابع العميل وبمنع. يعني إيه؟ واحد أخد خدمة سيارة كان في مطعم والأكل كان مثلا بويز أو بارد أو أيا كان، ها المطعم نفسه ممكن يطلب من العميل إن هو يجي يوم تاني هو وعيلته أو اتنين من أصحابه، إن هو عشاء مجانا مثلا، بيحاول يعني ينسيه اللي حصل.
يبقى في هذه الحالة دي بسميها محو الأثر السلبي في نفس الإيه؟ في نفس العميل. النقطة الثانية كمان السعي لاستعادة العملاء المتحولون للمنافسين، يعني بحاول إن أشوف العملاء بتوعي إيه اللي خلاهم يلجأوا إن هم يذهبوا إلى منظمات منافسة، فحاول أنا إيه أستعيدهم، وأحاول إن أنا يعني أخليهم إيه أرجعهم تاني، بعمل ريكفرنج بمعنى أصح للعملاء إن هم يرجعوا يتعاملوا معانا أنا كمنظمة. آخر حاجة اللي هي تدريب رجال البيع والعاملين لكيفية التعامل مع العملاء، إزاي أنا أدرب رجال البيع والعاملين بحيث إن هم يتعاملوا مع العملاء المتذمرين من أداء المنتج والعمل على حل مشاكلهم. يبقى أنا كمان عندي إن أنا بدرب رجال البيع، يعني إزاي رجال البيع يمتصوا غضب المستهلكين، وإزاي رجال البيع يتعاملوا مع العملاء المتذمرين واللي هم متضايقين وعندهم سخط شديد وعندهم ضيق شديد نتيجة خدمة معينة أو نتيجة أداء المنتج أو إزاي يتعاملوا مع النوعية دي من المستهلكين، وفي نفس الوقت يحلوا مشاكلهم. إزاي يحلوا مشاكلهم؟ يعني أنا أتصل مثلا بالكول سنتر وأقول لها حولين الحد من فاينانشال ديبارتمنت، أو حولين الحد من الصيانة، أو حولين، تقول لي هيكلموكي اقفلي حضرتك وهم هيكلموا، انا في عندي مشكله كبيره يبقى لازم حضرتك توصليني لحد دلوقتي، مش هستنى لما يكلموني مثلا بالليل او بكره او وقت ما يفضوا. في هذه الحاله لازم ادرب رجال البيع والعاملين ان هم يتعاملوا مع العملاء المتذمرين او اللي عندهم نوع من السخط او الضيق على المنتج بطريقه ايه، بطريقه لائقه، وان هم يحاولوا طبعا ان هم ايه يحلوا هذه المشاكل. مش هقدر اخد الجزء المتبقي من المحاضرة، احنا نخليها المحاضرة القادمة ان شاء الله بإذن الله. ويبقى احنا كده سريعا اتكلمنا على النهاردة، اتكلمنا على سلوك المستهلك نفسه سواء كان بعد الشراء، وعرفنا ان في عندي حاجة اسمها التقييم اللاحق للشراء او التقييم اللاحق للاستهلاك، وعرفنا ان في عندي حاجة اسمها شعور بالذنب الشرائي، وعرفنا ان في عندي حاجه اسمها التخلص من بقايا المنتج اللي هو الفاصل من بعد الاستهلاك، وكمان اتكلمنا على الايه، على شعور المستهلك بالسخط او عدم الرضا. ان شاء الله المره الجايه في المحاضره الخامسه نتكلم على الايه، الشعور بالرضا، وندخل في الفصل الايه الخامس. اراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.